استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله بقصر الروضة صباح اليوم. معالي السيدة مريم بنت سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارتها للمملكة، بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. واستهلت قرينة عاهل البلاد المفدى اللقاء بالترحيب بمعالي الوزيرة، واستعرضت سموها بإيجاز ما يحظى به القطاع الزراعي في مملكة البحرين من رعاية واهتمام، وما قامت به المملكة من خطوات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء، ومن بينها تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتكثيف التمويل الزراعي والحيواني وتطوير التقنيات الزراعية والتوسع الاستثماري في المشاريع الزراعية والغذائية داخليا وخارجيا، إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة مع متابعة مستويات التخزين مقارنة بالاستهلاك. وأشادت رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في هذا الصدد بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في كافة المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، متمنية أن تعود هذه الشراكة بالخير والنفع على البلدين الشقيقين. من جانبها قدمت معالي وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة خالص الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على جهودها الحثيثة واهتمامها بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين من خلال ترأس سموها للمجلس الاستشاري لتنمية القطاع الزراعي، وما قام به من مبادرات يأتي في مقدمتها إقامة معرض دولي سنوي للحدائق يشار له بالبنان على مستوى المنطقة، إلى جانب احتضان المزارعين من خلال أسواق عصرية تضمن الترويج للمنتج الزراعي المحلي، مؤكدة أن زيارتها تهدف لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي، وتمثل فرصة لتجاوز التحديات في هذا القطاع الهام.